الحركية، وفعلا يعني حصلت يعني تم اكتشاف أكبر حرامي في المباركية. هذا الحرامي يطلع بالليل ويقوم بأعمال المشينة للأسف بالليل. لازم الجهات يعني مؤسسات الأمنية تأخذ إجراء، لأن هذا الموضوع خطير. هذا أسميه الحيوان، يقوم بأمور غريبة وعجيبة وهو خطير، وللأسف ينشر الأمراض. فشوفوا التقرير عن أكبر حرامي وحيوان في المباركية، شوفوا التقرير. يعني أنا عيست من هالمكان، عرضت تقارير، قلت يبا هالفيران هالجرذان منتشرة في المباركية، في بعض المناطق عرضنا، وحاطين لنا جيب أبيض مشروع مكافحة القوارض، يو كتوا شوية هني هالدواء الأحمر وما يبا جرذان، هذا يأكل الدواء كله الأحمر، هذا السم كله ما يأثر فيه، والله العظيم ما يموت. يا جماعة كلاب ظالة، فيران، ما يصير. وزارة الصحة، مكافحة القوارض، المباركية، صوب سوق السمك، بلاوي تحركة، والعالم شيء يفشل. وين قاعد أنا؟ بالهند؟ الناس تمشي تشوف الفيران تتخاطف الحبيب قاعد، هذا بروحه، هذا رايح يشتري يتشرى أغراض ويرجع يشتري شوية كذي الماكلة ويرجع. شوف العائلة الكريمة اللي عنده وين قاعد. رجاء وزارة الصحة، بلدية، أي جهة مسؤولة، ترى والله هذه أمراض، بس مين يصدق؟ تقرير بعده.